السلام عليكم، اليوم جزكم مقطع جديد. اليوم معنا تحدي او عندنا تحدي. اليوم راح نلعب ضد دحوم. هلا هلا. يعني كذا الالمح انك تكلم شيء زي كذا. جزكم عليك. الجزء الاول كان عند دحوم، فاذا ما شيكتوا عليه شيكوا عليه في الرابط او الرابط تحت في الديسكريبشن، او اضغطوا على علامة التاج فوق اليسار راح يوديكم المقطع. وهذا الجزء الثاني، فشوفوا الجزء الاول بعدين ارجعوا الجزء الثاني هذا. وباذن الله باذن الله المقطع يجيبكم. اذا تبون مقاطع اكثر من هذا الشيء اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. خلونا نبدا. طيب بس دقيقه، اهم شيء ان ترى احنا بنحرق عليكم، فاللي يبغى يلعب هذه الالعاب يروح يلعبها اول شيء، بعدين العبها بعدين تعال وشوف كيف جاوبتنا. راح نحرق. كود شوب بيسال يعني اذا ودكم. وخلونا نبدا. 3 2 1 بسم الله. بسم الله. خلونا نبدا. ثلاثة. ها جبت قولك. اثنين. انا بقول اثنين. واحد. واحد ثلاثة. عشان قلت قبلي بغير. واحد. ثلاثة. واحد. أربعة واضحة. لا أربعة. واحد واحد. أوكي. ها أربعة ثلاثة واحد 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 واحد. جبتها. كل واحد. الأرقام أنا. كل الأرقام قامت الحين. آخر شيء بينت والله. ثلاثة واحد. ثلاثة أربعة بدل ثلاثة. يب صح علي. ثلاثة واحد يعني ثلاثة اثنين اثنين سلوم اثنين هدي اثنين صدقني اثنين أربعة ياس ايزي دحو أربعة. واحد لا أربعة والله صح عليك أربعة أنا بقول واحد صح عليك. انا احس انه غلط. اوكي صح عليك قايل لك. واحد ثلاثة واحد واحد غصب بعد. والله ذكرت الرقصة. شوف كيف قايل لك. لعبتي ها ثلاثة اثنين انا بقول يا ثلاثة يا اثنين بس انا اقول ثلاثة. ما يعني يس صوت غريب. لا والله اتحداك تخيل. اثنين ترى قلت عشوائي. ايه اثنين صح. اوكي اثنين ثلاثة خلينا نقول ثلاثة هي اللامة صح بس اجوبته اكثر الحمد لله. اثنين أربعة واحد واحد أربعة واحد. أربعة واحد تكفر. يس الله لا ما جاوبت بسرعة. واحد ثلاثة ثلاثة ياس سلوم مركب قطعتين. واحد اثنين أربعة 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 لا صح عليك. واحد ثلاثة ابي اغير والله اني بغير بقول بس خلاص خلا واحد ولا واحد والله صعب صعب. ثلاثة ثلاثة قلت قبلك انت دورت كذا قلت لا انا بغير بقول واحد وات شلون هذه ابي اقول شلون هذه والله مرة صعبة والله مرة صعبة. طيب اتوقع اني انا فايز لاني جاوبت مرة كثير، جاوبت فوق خمسة اجوبة اوكي؟ بس دحام جاوبت ثلاثة اتوقع كذا شيء زي كذا. فراح تشوف كذا كيف كم المجموع وراح نشوف من الفايز. ف خلونا ننتقل الجزئية الثانية اللي هي الشنطة صح؟ اللي هي كيف تعرف الشنطة او كيف تعرف سكم الشنطة. فخلونا نبدا 3 2 1 جاهز دحوم يلا يلا يلا. كني بديت قبلك ترى ما ادري. لا وياك انا. بطاطس للبرجر 10 10 اوكي جبتها قبلك يس انا قبلك انا دحوم. اوكي انا سمعت خلينا نخليهم متسوين اوكي 16 عم هذا زعانف عم زعانف انا بقول 15 قبلك اوكي 16 بس اي شيء 1 7 11 يس صح علي اما البنش اوكي
هذا عارف هذا عارفه 13 هذا عندي هذا عندي هذا عندي كار والله هذا الفايكنجز يا ابوي معروف. اوكي الحين انت أربعة سلوم انت تطلع عندي قبل وايش سالفه 11 صح لك تحوم ولا واحد اوكي أربعة ثمانية أربعة قبلك هم هم أربعة ذا أنا قلت ثمانية ما أدري صح عليك أوكي أنبياء أنا سبعة ثمانية عشرة 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 15 لا ما جاوبت ما جاوبت ما لحقت عليهم إيه يا شيخ 12 تسعة ثمانية يا اثناعش يا اثناعش أوكي أنا واحدة أم خليات ثلاثة لا مو ثلاثة اصبر أول مرة أشوف شنطة هذه 11 16 ما أعرف أول مرة أشوف شنطة والله غريب وش ذي حق الدباب أوكي هذا عرفه ثمانية شاري سكن ومرجعة يس 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 أنا أقول خمسة ثمانية غصب أوكي هذه نقول 14 دحين قبلي اوكي اذا مو 14 بتكون واحد اسا كيسه هل عرفته والله اني عارفه واحد 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 والله اني شاري انا أوه. اوكي اخ قهر كفو كيف اللي يشتري سكنات هو ادوه اصبر 12 ها 12 وش هذه 12 فاشينيستا 8 يس صح علي ما شفتوا شيء مجاوبينها لا ثلاثة ثلاثة كنت ادور الرجال بشوف اذا في رجال ولا شيء ها هلا 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 وات 11 11 قبلك كفو جبته قبلك اي قبلك انا اقول 12 طيب اغير انا اوكي ما في امل وش ذي 9 6 6 لا تسعة لا مستحيل ستة وصح لك اوكي طم حظك اوكي طيب هذه صعبة سبعة ما ادري بس سبعة 11 انا قلت سبعة دامك اخترت 11 11 ولا واحدة اخ راح تشوفون الاجوبة ما ادري انا احس اني تقدمت عليك بس اتوقع انا احس اني في البداية انا جبت الاجوبة بعدين انت سبقتني كذا ما ادري قلبت علي كثير اي في البداية انا جبت كثير بعدين قلبت علي انت ما ادري ايش صار كذا في الدنيا طيب خلنا نروح للجزئية الثالثة اللي هي تحداك تعرف الرقصة من الصوت بس الحالة فما ادري هل بيكون ملعوب فيه زي الجزء اللي عند حوم ولا لا لكن شوف الحين يلا 3 2 1 اوكي بسم الله لا قصوة الدانس والله اني اعرفها ادو لا سبعة سبعة والله من جاوبها ليش والله ما ادري ادورها يا شيخ ادورها أربعة 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 يا بوي ما تلعبوا في الأصوات ولا شيء الحين فواضحة بس المشكلة نحطين فوق تحت فتقدر تدور خمسة ثمانية جروفي جروفي جام ما ادري ايش اسمه امه ذي ثمانية معروفة ذي ثمانية لا خمسة والله والله يتشبهون استسلمت خمسة أربعة ثمانية جبتها قبلك مرة تجينا جبتها قبلك لا سلم معاك سلم معاك يلا معاك اثنين سري لك سري لك ايه اثنين انا اي شيء ثمانية اي شيء اوكي جبتها الحمد لله سبعة ستة ستة صح علي يا مغير هي مشكلتها لازم تستعجل لازم تستعجل والله صعب ثلاثة اوكي مع بعض مو قبلك لا والله مع بعض انا سمعت ما ادري حالة اوكي واحد واحد اوكي جابها قبلي على طول يا الله كنت مدمن على الرقصة فأكيد الله الله صعب صعب بسم الله أربعة ثمانية
اوكي جبتها قبلك. خلوهم قبلك تسلوهم مع بعض يا دحوم او اني قبلك والله. ما ادري ما ادري. انا اشوف انه مع بعض صراحه. خمسه اربعه لا لا خمسه صح عليك. الله شكلك تفوز يا دحوم فري. على الاقل افوز بوحده. اوكي يلا ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة ثلاثة صح علي. يا رب اني عادي اكثر اجوة منك يا رب. يا اخي اول مرة اسمع ذا الرقصة. ثلاثة. اثنين. ثلاثة. ها؟ اربعة. اربعة 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 صح علي. الحمد لله يا رب الحمد لله. اي صفقة والبوكس. انا شفت ثلاثة يا صفقة قلت يلا ثلاثة. والله اني بغيت اجاوب ثلاثة والله. ثمانية. ستة 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 ستة. يا رب صح. أنا مشكلتي أستعجل. يا رب صح. يس. أنا مشكلتي أستعجل والله. إن شاء الله إن شاء الله إني فايز. سبعة. سبعة صح عليك. يا الله. والله صعب يا عيال. اوكي اخر شيء فبس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع عجبكم. اذا تبون مقاطع اكثر كذا تحديات بيني وبين دحوم او اي يوتيوبر ثاني فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات كود شو لا تنسونا في اس ال قناه دحوم في الديسكربشن قناتي اشترك فيها طبعا فعل زر التنبيهات شو قناتك في الديسكربشن. الجزء الاول تراك بس اوكي اوكي فالجزء الاول عند دحوم للي ما شافه يرجع يشوفه وبس. هذا كان مقطع اليوم. شوفوا من فاز هنا وشوفوا من فاز هنا وشوفوا الأجوبة الأكثر وقارنوا شوفوا يعني من اللي يستحق فوز أكثر واكتبونا تحت في الكومنتات عندي عند دحوم. فبس شوفكم أخير. سلام.